أجمل وأرق تحية لكل المتابعين مني محدثكم فارس عوض للتعليق على مجريات هذه المباراة، مباراة منتظر منها الكثير من الإثارة. بعد خسارة في المباراة الماضية، الفريق يدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وأن يصالح ويعتذر فيها لجماهيره. إذا ضربة البداية وشوط المباراة الأول. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. ممكن التقدم الآن. تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتب عالي. أجواء مثيرة. إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. هذا الإعادة من جديد توضح المسافة القريبة لهذه التسديدة. صراحة ما يلام حارس المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. كرة هاتوخذ يعود الآن استلم الكرة. يتقدم فيها. يأكتر من مناطق الخصم الآن. كرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. راموس كرة راسية لكن بعيدة عن المرمى. الخاطئ في اللعبة الماضية التوجيه ما كان بشكل مطلوب. وينطلق بالكرة في الأمام. بيلعب بالكرة. كم يعطي تحت الفرق. خطأ وركلة حرة في وقت مبكر جدا. يا الله كرة بالعارضة يبعدها من مناطق الخطر. مدافع بيبعد هذه الكرة عن منطقة الخطر. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. الدوسري يا رباه من القائم إلى الشباك. هدف في هذه اللحظات. بكل تأكيد الكرة كانت صعبة على الحارس. كانت شبه مستحيلة مثل هذه الكرات اللي تصطدم في القائم وتكمل طريقها إلى الشباك. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. يتقدم بالكرة نحو من تسديدة. يا رباه يا الله العارضة بتخلصها. فرصة هدف بتضيع. تدخل يبعد الكرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. بيرسل الكرة. خطورة موجودة. وينطلق بالكرة إلى الأمام. كرة بتتخلص من المنطقة. كينغ.
كرة خطيرة نحو الأمام، تدخل يبعد الكرة، رمي التماس، بيلعب الكرة، الحكم يطلق صافرته لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا. محاولة جيدة، اوهو مرت بجوار القائم، كرة ثابتة تنفذ بطريقة خيالية، كانت تريد الشباك لكن ضلت الطريق في اللحظات في السنتيمترات الأخيرة. كينغ، انطلاقة بالكرة نحو الأمام، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة، ترسل الكرة إلى وسط، كانت فرصة هدف محقق لكن اضعف حارس المرمى، خلصها أبعد الكرة عن مرمى، لقطة خطيرة جدا، تم تصويبه باتجاه المرمى، حكم يحتسب ضربة زاوية. النتيجة متعادلة والضيوف محمد، الكرة كانت خطيرة لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. شوف التصدي، شوف لقطة حارس المرمى، شوف التمركز، شوف منع الكرة من دخول الشباك، عرضية سهلة تصل يد الحارس. توس سريع، تمريرة باتجاه الجناح، عرضية ممتازة في وسط المنطقة، معاناة في إبعاد الكرة، مستحيل فرصة التقدم، شوف كيف الكرة ضاعت بشكل غريب في هذه اللقطة. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. هذه تصويبة، الله على التصدي، لقطة خيالية، شوف حارس المرمى. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. كرة إلى رمية التماس من المدافع، يمنع من خلالها الخطورة على مرمى فريقه. توس سريع، فرصة لوضع الكرة في الشباك. يا الله على الدفاع، الله على التوقيت، شوف كيف خلصها، شوف كيف ابعدها، توقع جيد في قطع الكرة. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الامام، أمامنا ثلاث دقائق كوقت إضافي. سواريز، كينغ، فشل الفريق في تحضير اللعب وكرة مقطوعة أيضا. توس سريع، الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم، اللاعب يتعرض لضغط كبير في الحكم.
ينطلق في الشوط الثاني من المباراة. بعد شوط أول في منتهى الروعة شفنا فيه الكثير من الفرص واللعب الهجومي بين الفريقين. أرضية على القائم، أرضية بيخلص حارس المرمى بدون أي صعوبات. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. سواريز بيرسل الكرة. لا تمر لا تمر. حارس المرمى ينجح في التصدي. ركلة زاوية. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. تسديدة يا رب. حاول الحصول على التقدم لكن الكرة مرت بسلام على حارس المرمى. ووكر. محمد. كرة خطيرة نحو الأمام. تمريرة خاطئة للكرة. الفريق يخسر مشروع هجمة. مدافع يختار أن يلعب الكرة إلى الحارس. ووكر. كرة جميلة على الطرف. كان بالإمكان أحسن من مكان. الكرة بتتخلص. سواريز يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. كرة بتتجاوز الخط في المباراة. ووكر. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. كرة إلى خارج الملعب. رمي التماس. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. كرة بتستمر في اللعب بعد قرار الحكم بتطبيق مبدأ مجهود مميز. حاول الفريق التقدم في النتيجة لكن الفرصة بتضيع. يعني الحكم الآن يحتسب الخطأ بعد عدم استغلال كرة إتاحة الفرصة. يخرج الكرت الأصفر لمرتكب هذا الخطأ. كينغ. محمد. وينطلق بالكرة في الأمام. المدافع بيقرأ بشكل سليم. توقع وتداخل في الوقت المناسب. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. سريع. سيطر على الكرة تحت ضغط المنافس. بيخلصها ويبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. يتقدم فيها. خطأ الآن يحتسب حكم المباراة. كرة ثابتة راح تنفذ في هذه اللحظات. سوء تقدير الموقف من اللاعب وخطأ صحيح. كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء.
الخطوات في التسديد. ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. رمية تماس الآن. حرثية في المنطقة، كرة رأسية كانت في الطريق، لكن حارس المرمى يبعد هذه الكرة، يوقف طريق الكرة. شوف التدخل، لكن الكرة بتطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. رمية تماس تلعب بطريقة خاطئة تصل إلى الخصم. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. ضربة رأسية ولكن الكرة فوق العارضة. شوف اللقطة الماضية، كم ممكن ينزلها شوي، كم ممكن تسجل، تحتاج للدقة في اللقطة الماضية، لكن الفرصة بتضيع. بيرسل الكرة، يا رب، كرة في العارضة، تسديدة يا رب. كرة خطيرة نحو الأمام. حرفية جاءت مبكرة، يبعدها من مناطق الخطر. ثلاث دقائق متبقعة لنهاية المباراة. أوه، المدافع خلصها بشكل سليم. شوف الذكاء في اللعبة الماضية. دقيقتين هي كل ما يحتسب حكم اللقاء كوقت بدأ ضايع. فرصة والكرة في مخالفة، لكن السؤال هل سيخرج البطاقة أم لا؟ نرى في الإعادة بأنها كانت عرقلة قوية، قدم متجهة مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح. تدخل أيضا في اللقطة الماضية كان غير قانوني، في خطأ واضح وغير مبرر. سواريز، الله على هذا السيناريو، هدف في الدقائق الأخيرة، فوز في وقت صعب في المباراة، هدف من الصعب تعويضه. انظر إلى السعادة، انظر إلى الفرحة، انظر إلى وجوه الجماهير في المدرجات. يا الله على هذه الكرة، شوف الدهشة على وجوه الجميع في ملعب المباراة، هدف بمثابة الصعقة الكهربائية. نصل إلى الختام مع صافرة النهاية. كرة القدم لا
تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على مجرياتي هذه المباراة. وقبل البداية نتمنى بأن نشاهد مباراة ممتعة بين الفريقين. اليوم يدخل الفريق المباراة وهو يرغب في مصالحة جماهيره بعد الخسارة اللي تلقاها في المباراة الماضية. بالتأكيد سنشاهد أداء مختلف منهم في هذه المباراة. رمي التماس، ديالو، ويضرب الآن تسديدة قوية لكن الحارس لها بالمرصاد. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية. الضغط يتواصل بضربة ركنية أخرى. البيشي، الله على الكرة، المدافع يتحول إلى حارس مرمى، يبعد كرة من على الخط، لم تمر. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. توسري يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. ولعب الشوت، الحكم يشير إلى ركلة ركنية بعد استخدام الكرة بالمدافع. تنفيذ الركنية عرضية ثانية تصل يد الحارس. توسري، ضغط متقدم وافتكاك الكرة في المقدمة. افتكاك ممتاز في 18. الملعب رمي التماس، شوف المهارة، شوف التحرك المبكر، وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. محمد، وينطلق بالكرة في الأمام، تمريرة خاطئة للكرة، الفريق يخسر مشروع هجمة. فرصة هدف الآن، مستحيلة هذه الكرة، فرصة كانت محققة، كم ممكن هدف لكن العارضة تقول لا. الفريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب بعد قراءة ممتازة في اللقطة الماضية. كرة خطيرة نحو الأمام، يبعدها من مناطق الخطر، والآن تتحول إلى ضربة مرمى. محمد، تدخل اللاعب يفقد الكرة، تبعد الكرة من أماكن الخطورة، قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم.
الكرة بتتجاوز الخط في المباراة. راموس. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. تسرع في إرسال كرة العرضية، كرة بتبعد من مناطق الخطر، فرصة لكرة مرتدة سريعة. كان ممكن تكون كرة مرتدة خطيرة جدا، لكن ما تعامل معها بشكل مطلوب. الحكم يشير إلى مواصلة اللعب، ما فيها شيء، بعد تدخل غير شرعي في اللقطة الماضية. ضغط متقدم، استخلاص الكرة. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. ممتازة تسديدة. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة. فارق الهدفين في المباراة. للتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. كرة بتتجاوز الخط وبتتحول إلى ضربة مرمى. محمد. الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم. دوسري يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. عرضية تصل إلى الصندوق. إلى ضربة ركنية الآن. تنفذ الضربة ركنية. حارس المرمى قام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة قريبة، لكن حافظ على تركيزه ونجح في الاختبار. ركنية ملعوبة في وسط 18. بيلعب لكرة. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. وينطلق بالكرة إلى الأمام. الشوط الأول. الشوط الثاني ينطلق هنا في ملعب البومبونيرا. يعيد الكرة مرة أخرى. وينطلق بالكرة في الأمام. توسري. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. فشل الفريق في تحضير اللعب وكرة مقطوعة أيضا. ديالو. تدخل يبعد الكرة. مخالفة، لكن السؤال هل سيخرج البطاقة أم لا؟
يتقدم فيها يكتر من مناطق الخصم الآن. حارس يذهب للإمساك بالكرة. كرة بتعدي من كل شكل خطورة. كرة خلفية لكن الكرة كانت بعيدة. شوف هذه الكرات تحتاج الدقة، تحتاج المهارة، تحتاج التنفيذ وتركيز عالي جدا حتى تصل للمرمى. كرة إلى ضربة مرمى. دقة في التمرير. شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة جميلة على الطرف. مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. كرة خطيرة نحو الأمام. الدوسري بيخلص صاب، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. مرتدة ممكن تكون سريعة. وضع الكرة في الشباك. كرة خطيرة على القائم. تدخل يبعد الكرة. والآن مع ضربة مرمى. سواريز. الحكم يشير إلى ركلة حرة. ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. تدخل بيخلص الكرة. اخترق كرة بتعدي سهلة خلف المدافعين. خطأ وركلة حرة في مكان خطير جدا. تدخل متهور في المنطقة المحظورة. الفرصة متاحة للتسجيل والتفوق العددي بعد هذا الطرد. تفوق لأصحاب الأرض في مباراة اليوم، ولهذا نراهم يريدون إهدار الوقت بشكل قانوني حتى تنتهي المباراة، لكن هذا يثير الغضب في مدرجات الضيوف. صافرات الاستهجان، الاحتجاجات المتواصلة، كل ذلك يأتي اعتراضا على تصرفات أصحاب الأرض المستفزة بالنسبة لهم. رمية تماس سيئة تذهب للخصم. يتقدم باتجاه المرمى. فرصة لإرسال كرة في الشباك. الله على الدفاع. استخلاص الكرة. إبعاد الخطورة عن مرماهم في اللقطة. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. تنقل الكرة بينه وبين زميله. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. ممتاز، يبعد الخطورة في هذه الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. يرسل الكرة. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز من مسافة قريبة. كان ممكن تحرك الشباك لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة.
ديالو، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تقدم ممتاز باتجاه المرمى، كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. بيشتت الكرة في هذه اللقطة، كرة عالية بيمررها برأسه، الفريق يقراها صح واعتراض رائع للكرة، فرصة كبيرة للهدف المرتدة ممكن تشكل خطورة. تدخل وحكم المباراة يحتسب هذا الخطأ، سنشاهد هل سيكتفي بذلك. محمد، ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء، كرة مقطوعة بشكل ممتاز، ينتهي كل شيء الآن مع صافرة النهاية.